في البداية معالي الوزير، في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من نزاعات وصراعات بالغة التعقيد، إلى أين وصلت الأزمة في اليمن وكيف تتعامل معها الحكومة اليمنية في الوقت الحالي؟ من الطبيعي أن التطورات الجارية على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي والأوضاع في اليمن ليست بمعزل عن هذه التطورات. فبالتأكيد اليمن منذ 9 سنوات تقريبا، ومنذ انقلاب الميليشيات الحوثية على السلطة الشرعية في الدولة بدعم من إيران، دخلت اليمن في حرب، ولا زالت أيضا تقدم الثمن كل يوم بشكل غير مبرر، لأنه لا توجد في هذه الحرب أساسا أي مصلحة وطنية للشعب اليمني، ولا تتعلق أيضا بمستقبله وأيضا تطوره. فبالتأكيد هذه الأزمات الموجودة في المنطقة كلها، سواء كانت في اليمن أو في لبنان أو في سوريا أو في العراق أيضا، كانت هي امتداد لمخططات سابقة في تقديرنا وحسابات استراتيجية ليست وليدة اللحظة. بالتأكيد نحن لدينا أولا أزمتنا الخاصة بنا في اليمن، وكما أشرت في البداية إلى أن الأزمة الموجودة في اليمن هي ليست أزمة محلية بالمفهوم الصراع الداخلي، لكن لها أبعادها الإقليمية، وأيضا هناك الحسابات الدولية. وبالتالي نعتقد أن ما يجري في المنطقة العربية بشكل عام هي حلقات مترابطة، وأن تعددت الأسباب أو المبررات، لكن في النهاية في تقديرنا أن تهدف إلى إضعاف التضامن العربي، إلى إضعاف الدولة الوطنية في كثير من الأقطار العربية، وبالتالي إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط من جديد وفقا لحسابات استراتيجية لقوى أخرى. هذه الحسابات تنطلق أولا من خلال الموقف من الأزمة اليمنية نفسها. مجلس الأمن الدولي، والذي أيضا اتخذ قرارات هي أساسا تمثل الشرعية الدولية بالنسبة لليمن وتحت الفصل السابع، وخاصة قرار 2216. هذا القرار في كل فقراته العاملة هو ملزم للميليشيات الانقلابية وموجه لها، لأنها تشكل تهديد للسلم والأمن الدوليين. لكن في حقيقة الممارسة والتعامل مع هذا الواقع اللي نشأ في اليمن، لا توجد الجدية الكافية لتطبيق قرارات الشرعية الدولية. إلى أين وصل الحوار الاستراتيجي المصري اليمني في ضوء الجولة الجديدة التي تم عقدها مؤخرا في القاهرة تعزيزا للتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين؟ أولا لابد من الإشارة إلى أن علاقات جمهورية مصر العربية مع اليمن هي علاقات متميزة وعلاقات متجذرة، وكانت دائما مصر بقيادتها إلى جانب الشعب اليمني، وأيضا نحن في البداية نتوجه بالشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة القيادات المصرية على موقفهم الداعم للحكومة اليمنية. بالتأكيد هذا الحوار هو كان قائم منذ سنوات، ولكنه توقف بسبب الحرب، والحمد لله نحن تمكنا من إحياء هذا الحوار من جديد بالنظر للتطورات الجارية في المنطقة بشكل عام. ونحن بحاجة لتنسيق مواقفنا المختلفة على المستويات الهيئات الإقليمية والدولية، وأيضا على صعيد التعاون الثنائي بين البلدين. دعم مصر لوحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها هو دعم راسخ بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لو تحدثنا عن الدور المصري في حلحلة الأزمة اليمنية على المستويين السياسي وأيضا الإنساني. بداية مع حدوث انقلاب الميليشيات على السلطة وتشكيل التحالف الداعم للشرعية في اليمن، كانت مصر هي من بين الدول التي كانت ضمن هذا التحالف، وكان لمصر أيضا دورها الداعم سياسيا، ولها مساهمات أيضا في الجوانب الإنسانية إلى جانب الحكومة في اليمن. وبالتالي كانت دائما مصر إلى جانب وحدة وسلامة أراضي اليمن وأمنه واستقراره. وبالتأكيد نحن في اليمن نقع كما هو معلوم على باب المندب، وباب المندب أيضا كل ما يحدث فيه أيضا يؤثر على الأمن القومي المصري بشكل عام،
ولهذا نحن حتى في مناقشاتنا لموضوع في الحوار الاستراتيجي كان في تركيز بشكل خاص على هذه النقطة بدرجة أساسية وانعكاساتها أيضا على مصر بشكل عام. نعرف أنه نسبة مرور السفن في قناة السويس انخفضت 50%، وهذا له تأثيراته السلبية على الاقتصاد المصري وعلى الدخل القومي بشكل عام. طبعا مصر دورها داعم للجهود التي تبذل على الصعيد الإقليمي والدولي، كانت لها مواقف على صعيد الأمم المتحدة، على صعيد مجلس السلام الدولي، وأيضا في كافة المنظمات الدولية والإقليمية، وأيضا هي تدعم الجهود التي تبذل من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، والتي تم من خلالها الاتفاق على خارطة الطريق التي على الأقل كانت تتعامل في حالة الجانب الإنساني في الأزمة. ولكن طبعا هذه الخارطة تعثرت كما هو معروف بسبب الهجمات التي يقوم بها الحوثيين في البحر الأحمر.